أهلا بحضراتكم في هذا الموعد الجديد من سبورت تايم. وصلت بعثة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 عاما إلى مدينة لوساكا زامبيا. النخبة الوطنية تستعد لملاقاة زامبيا السبت لحساب ذهاب الدور الرابع والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقررة بالدومينيكان في الفترة الممتدة ما بين 16 أكتوبر و3 من نوفمبر المقبلين، وتجرى مباراة الإياب في 15 من شهر يونيو الجاري على أرضية ملعب بركان البلدي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من الدار البيضاء عبر تقنية سكايب الزميل الصحفي يوسف باصور رئيس القسم الرياضي لصحيفة الأحداث المغربية. أهلا بك يوسف وشكرا على قبول دعوة ميديا. شكرا الأخ منصف على الاستضافة، سعيد باش نكون حاضر معك في حلقة اليوم. إذن يوسف، بداية المنتخب الوطني النسوي في اختبار قاري جديد أمام زامبيا لحساب ذهاب الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لمونديال أقل من 17 عاما، كيف ترى هذه المواجهة؟ هو اختبار صعب، لأن الكل يعرف أن كرة القدم الزامبية كرة القدم النسوية تعرف شأن كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، واحد الطفرة نوعية كاين اهتمام كبير بهذه الفئة، كاين تخصيص إمكانيات مهمة لها، وأيضا يعني كانت نتائج جيدة للمنتخب الزامبي في مختلف الفئات، وبأننا كندعو على فئة أقل من 17 سنة، فالمنتخب المغربي عنده رهان كبير من أجل الفوز في المباراة ديال يوم السبت المقبل، من أجل وضع قدم أولى في نهائيات كأس العالم بالدومينيكان، وبالتالي مواصلة الطفرة النوعية اللي كانت وصلت الأوج ديالها في سنة 2023، واللي شهدت مشاركة المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة في نهائيات كأس العالم في الهند، وأيضا كانت مشاركة المنتخب الوطني النسوي الأول في نهائيات كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا. صحيح، كما قلت فالنخبة الوطنية تبحث عن الدور المونديالية الثانية على مستوى الفئة المذكورة، ما الذي يمثل هذا الأمر للكرة النسوية المغربية عامة؟ غيكون تتويج لهذا الطفرة اللي كنعرفوها، هاد النتائج الإيجابية اللي كنعرفوها، واللي هي نتيجة ديال واحد الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسوية في المغرب. شفنا يعني حتى واحد ما كان كيتوقع أن مثلا في كأس إفريقيا للأمم 2022 للسيدات اللي كانت في المغرب أن يكون الملاعب كتعرف حضور 45,000 متفرج مباراة ديال كرة القدم النسوية. هذا كيعني أن كاين اهتمام كبير من طرف الجماهير المغربي بهذه الفئة هذه، بهذه الرياضة الخاصة بالعنصر النسوي. كاين أيضا يعني تطور المستوى ديال المنتخبات المغرب مختلف الفئات السنية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة غيأكد أن فعلا هذه الاستراتيجية الحالية استراتيجية ناجحة، وأن النتائج أفضل غتكون في المستقبل إن شاء الله. أكيد، يعني مباراة العودة هناك في بركان، ومن المؤكد أنه سيشكل امتيازا للنخبة الوطنية. مباراة الذهاب ستبحث من خلالها النخبة الوطنية عن نتيجة تضع من خلالها قدما في الدور المقبل. هو الأساسي مباراة الذهاب بلوساكا هو أننا ما نخسروش، يعني أنك ترجع بالنتيجة ديال التعادل، أو أنك تتعادل بواحد لواحد أو جوج، المهم أنك تسجل وباش تكون اكثر ارتياحا في مباراه ديال الاياب، مباراه العوده اللي غتكون عندك عامل الارض وعامل الجمهور. اكيد ان حتى المنتخب الزامبي حتى في مباراه الاياب ما غاديش يكون سهل، غيجي باش يدافع على الحدود ديالو كامله. كنهضروا على مباراه حاسمه، مباراه الجوله الاخيره، يعني التفوق في المجموعه ديال مباراه الدوليه بغى يعني تاهل المونديال، هذا اللي غيخلي ان المهمه صعبه للغايه. وغتكون نقدر نقول ان هذه مباراه في شوطين، الشوط الاول في لوساكا والشوط الثاني والاهم غيكون في مدينه بركان. أكيد يوسف، يعني المباراة الأخيرة للمنتخب الأولمبي والتي كانت مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وحديث هنا عن المنتخب النسوي، كان أمام المنتخب الزامبي، والمنتخب الزامبي نجح في خذ بطاقة التأهل، هل سيشكل هذا حافزا للاتحاد الزامبي في هذه المواجهة، خصوصا أنه أقصى لبؤات الأطلس من سباق الأولمبياد عفوا؟ فعلا يقدر يكون حافز حسب بالنسبه للاعبات المنتخب الزامبي الاقل من 17 سنه، يحاولوا انهم يصنعوا نفس الانجاز ديال المنتخب الاولمبي الزامبي، وايضا ممكن يكون حافز بالنسبه للمنتخب المغربي انه ما يوقعش في نفس الاخطاء، لان المنتخب الوطني الاولمبي ارتكب اخطاء كبيره، واهم خطا هو تضييع عدد كبير من الفرص الثانيه حال التسجيل، وارتكاب واحد مجموعه من الاخطاء الفرديه على المستوى الدفاعي. كنظن ان المنتخب الوطني الاقل من 17 سنه غيحاول انه يستفيد من هذه الاخطاء، وغيحاول انه يكرر الانجاز ديال سنه 2023 ويضمن الحضور ديالو في المونديال للمره الثانيه على التوالي، وهذا ماشي سهل.
أكيد يعني وفي سياق مرتبط المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة أوقعت قرعة مونديال كولومبيا 2024 في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. كيف ترى حظوظ النخبة الوطنية أمام هذه المدارس الكروية العالمية؟ شوف هي مجموعة صعبة للغاية. احنا مع جوج ديال المدارس كبيره في كره القدم النسويه، منتخب اسبانيا وما ادراك منتخب اسبانيا، وايضا الولايات المتحده الامريكيه اللي نقدر نقول انها كتعطي لكره القدم النسائيه اهميه اكثر من كره القدم الخاصه بالرجال. هذا غير ان المهمه ديالنا ما سهلاش، ولكن يعني في ضوء المعطيات الخاصه بالتعاون لان غيتاهلوا جوج الوالا في كل مجموعه، وايضا كاين اربعه افضل منتخبات تحصل المركز الثالث، هذا اللي غادي يعني غيعطينا امل في ان المنتخب الوطني النسوي ممكن في هذه المره يتاهل الى الدور الثاني في اول مشاركه ليه في نهائيات كاس العالم، ويحقق الانجاز اللي اجزت عليه باقي المنتخبات المغربيه. ان المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه خرج من الدور الاول في دوره الهند، نتمنى ان منتخب اقل من 20 سنه يكون الحظوظ ديالو اوفر وانه يتاهل الى الدور الثاني من هذه المسابقه. أكيد يوسف هذه المدارس هناك يعني فوارق تقنية كبيرة وخبرة واسعة من جانب خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى كرة القدم النسوية، لكن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الآن هل في رأيك سيدخل يعني بضغط أقل مقارنة مع هذه المدارس خصوصا بعد الملحمة المونديالية للذكور هناك في كأس العالم بقطر؟ فعلا يعني ممكن يكون الحصان الأسود في المجموعة دخل واتحد ما كيرشحوا باش انه يتاهل الدور الثاني، الكل تيقول ان الصراع على البطاقتين ديال التاهل غيكون ما بين الولايات المتحده الامريكيه واسبانيا، هذا اللي غيعطيك الفرصه انك تخلق المفاجاه، انك يعني تحقق واحد الانجاز اللي ما يتوقعوش الاخرين، ونتمنى ان المنتخب المغربي في ضوء يعني المستوى ديال اللعيبات اللي كيتوفر عليهم انه ينجح في خلق المفاجاه، وغتكون مفاجاه ساره لكره القدم النسويه المغربيه، وغتاكد ان فعلا الاستراتيجيه الحاليه استراتيجيه ناجحه، وان خصها شويه ديال الخدمه، وممكن ان يعني مستقبلا يولي التاهل الى الدور الثاني مساله اسهل مما هو عليه الان. لكن بحديثك عن الاستراتيجية الكرة الوطنية النسوية الآن تعيش أزهى فتراتها سواء على مستوى الأندية وكذلك المنتخبات، ما الذي سيحتاجه أو ستحتاجه كرة القدم النسوية المغربية للحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية في قادم السنوات؟ أول أهم حاجة هو أننا نطور أكثر البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية، فحاليا عندك واحد جوج أو ثلاث ديال الأندية هي اللي مستوى كبير وكاين فوارق كبيره مع باقي الانديه، خصنا نرفعوا المستوى ديال يعني جميع الانديه واللي منافسه اكبر على مستوى البطوله، ما يكونش هذيك الفوارق الكثيره، وايضا نشتغلوا اكثر على العمليه ديال استقطاب المواهب المغربيه الممارسه بالخارج، يعني البنيات اللي زادوا على برا وان تلقاو التكوين ديالهم على برا، فاكيد ان هذه الاستراتيجيه حتى هي غتعزز في المنتخب الوطني المغربي في مختلف الفئات بعناصر اللي ممكن انها تصنع الفارق، يعني نهتموا بالبطوله نطوروها، وايضا نقلبوا على اسماء اللي ممكن تعطينا اضافه نوعيه على مستوى المنتخبات الوطنيه. نعم، وكذلك الجانب المتعلق بالتكوين، فكما تعلم فكره القدم المغربيه على مستوى الذكور تركز الان الجامعه الملكيه المغربيه على تطوير هذا الجانب باعتباره اساسا لتقدم اللعبه. شوف هو التكوين ضروري في كره القدم على مستوى مختلف الفئات، ولا رجعنا باش نشوفوا ان المنتخبات اللي عرفت الطفره في المستوى ديالها في العالم وايضا على المستوى الافريقي غنلقاو ان هذه المنتخبات اهتمت بالتكوين، وخير مثال هو يعني السنغال، اتحاد السنغال لكره القدم اعطى اهميه كبيره للتكوين، وشفنا كيفاش تطور المستوى ديال المنتخبات السنغاليه، منتخب زامبا ايضا طاف السنوات الاخيره اهتمام بالتكوين خصوصا في الجانب المتعلق بالعنصر النسوي، وشفنا بدا كيقطف الثمار ديال هذا الاهتمام هذا، في المغرب ايضا كاين اهتمام كبير بالتكوين على مستوى الجامعه على مستوى مراكز التكوين الجهويه، نتمنى ان حتى الانديه تكون عندها مراكز تكوين اللي قادره لاننا تعطينا واحد العناصر اللي عندها الموهبه موهبه مصقوله وعندها امكانيه انها تتطور في السنوات المقبله. صحيح، واكيد نتمنى كل التوفيق للرياضه المغربيه عامه بمختلف المجالات، وبهذا نصل واياكم مشاهدينا لنهايه هذا العدد، شكرا لك يوسف على حضورك معنا. شكرا أستاذ. وشكر موصول كذلك للمشاهدين الكرام، ولا تنسوا متابعتنا عبر الحسابات الرسمية لميديا ان تي في في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الموقع الرسمي. كان معكم منصف عدي، إلى اللقاء.